كتب هاي قصيدة لها قصة بتشيكوسلوفاكيا. وقال مظفر النواب يوما لساكنة من الغيج الحساني من الشيك السواحري لست تدري بهن المحصنات من الجواني هل أمي ألسمنت غدا فقالت غداة غد وفي المقهى الفلاني فقال بمرسمي حيث استقامت من الرسم المعاني والمباني فقالت لا ومن أعطاك ذهنا وعلمك التفنن في البيان أداة الرسم تحملها سلاحا على فخذه مشحوذ السنان ولكن كل ما تبغيه مني خفوت الضوء في بنك المكان.